إن شاء الله راح نتكلم عن تحذير حول استخدام أدوية علاج الكحة. بشكل عام لن يحتاج الطفل إلى تناول أدوية علاج الكحة عند الأطفال إلا في حال أن هذه الكحة كانت تعيق نوم الطفل. أن أدوية علاج الكحة عند الأطفال لن تقوم بعلاج السبب الكامن وراء الكحة، وإنما فقط تخفيف وتهدئة الكحة. في حال اختيارك لأحد أدوية علاج الكحة التي تصرف دون وصفة طبية، اسألي طبيب طفلك حول هذا الدواء للتأكد من فعاليته وسلامته بالنسبة لطفلك، ومعرفة الطريقة الصحيحة لاستخدام هذا العلاج. إلى هنا انتهى الدرس. كان معك الباحث خالد من السعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.